مساء الخير. هنبدأ النهاردة في باب جديد اسمه التطبيق البسيط. عايزين نعرف كده ايه الفرق بين الانحدار والارتباط. احنا قلنا الارتباط قبل كده ده بيقيس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين س و س. اما الانحدار بستخدمه في التنبؤ أو في تقدير العلاقة بين برضو متغير تابع ومتغير مستقل. تقدير هو كلمة تنبؤ. يبقى الارتباط يقول إن في ارتباط ولا لأ، قوي ولا ضعيف ولا متوسط، طردي ولا عكسي. أما الانحدار بستخدمه بقى في التنبؤ أو لتقدير العلاقة. أول حاجة هنشوف نموذج الانحدار البسيط. نموذج الانحدار البسيط هو مكتوب عندك، يقوم بتقدير العلاقة التي تربط بين متغيرين، متغير تابع ومتغير مستقل. دايما المتغير التابع برمز له بالرمز ص، والمتغير المستقل برمز. هنتكلم أول حاجة على الانحدار الخطي البسيط. لا، أو قبل ما نشوف شكل المعادلة نقول إن أنا عندي نموذجين من نماذج الانحدار، ودي ممكن تيجي لك نظر. في حاجة اسمها النموذج المحدد، دي نمرة واحد. معناها إيه؟ هو النموذج الذي يعطي علاقة تامة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وشكله كالآتي: ص بتساوي أ زائد ب س. وأعتقد كل الناس عارفة شكل العلاقة ص بتساوي أ زائد ب س، أهي اللي هي علاقة الخط المستقيم اللي إحنا حافظينها قبل كده. في نموذج تاني اسمه النموذج الاحتمالي. نفس النموذج اللي فات بضيف عليه كلمة قاف، وقد دي تمثل البواقي أو الانحراف عن خط العلاقة، وممكن تأخذ قيم موجبة أو تأخذ قيم سالبة. يبقى لما أجي أقول لك ما الفرق بين النموذج المحدد والنموذج الاحتمالي، النموذج المحدد ص بتساوي أ زائد ب س، تعطي علاقة تامة بين متغير تابع ومتغير مستقل. أما النموذج الاحتمالي نفس النموذج ص بتساوي أ زائد ب س زائد ق، حيث ق هي البواقي أو الانحراف عن خط العلاقة. بس أنا عايزك تعرف شكل النموذج بتاع الانحدار. ص هات بتساوي أ زائد ب س، هات اللي هي البرنيطة اللي فوق الص دي، دي بنسميها صاد هاء أو صاد المقدرة أو صاد شافوه. طب إيه الفرق بين صاد العادية وصاد اللي فوقيها برنيطة زي دي؟ صاد العادية دي عبارة عن الظاهرة نفسها، أما صاد اللي فوقيها برنيطة دي بنسميها الظاهرة المقدرة. يعني لو صاد المبيعات يبقى دي المبيعات الفعلية، صاد المقدرة تبقى المبيعات المقدرة. لو بنتكلم على أرباح تبقى صاد اللي من غير برنيطة الأرباح الفعلية، يعني فعلا اللي المصنع حققها. أما صاد اللي فوقيها برنيطة اسمها الأرباح المقدرة. يبقى الفرق بين الفعلية والمقدرة إن الفعلية صد بس، أما المقدرة هي اللي فيها برنامج. عشان نقدر هذا النموذج أجي أقول لك في التمرين: قدر نموذج الانحدار ص ه بتساوي أ زائد ب س. في خطوات بنعملها. أول خطوة بجيب ب، ونشوف القانون بتاع ب. تاني خطوة أجيب أ. ثالث خطوة أكتب المعادلة اللي قدامك دي وأعوض عن أي خطوة.
مش مهم. بيقول لك اوجد خط انحدار المربعات الصغرى، مديك س ومديك ص. اول ما يقول لك اوجد خط الانحدار او اوجد معادلة الانحدار او قدر معادلة الانحدار، على طول معادلة الانحدار ص ه بتساوي أ زائد ب س. اجيب الاول ب، بعد كده اجيب أ، وبعد كده اعوض عن أ و ب في المعادلة. وعشان اجيب ب واجيب أ لازم اعمل الجدول ده، والجدول ده اعتقد شفناه قبل كده واحنا بنجيب ايه الارتباط. ادي س وادي ص، جبت س ص، س تربيع ص تربيع، كلنا عارفين ازاي نعمل ايه. اول حاجه اهو اجيب ب، قانون ب قدامك، مجي س ص ناقص مجي س في مجي ص على مجي س تربيع ناقص مجي س في كل تربيع على مجي س. عوض. تاني خطوه اجيب أ، أ بتساوي مجي ص على م ناقص ب مجي س على م. تالت حاجه قيمة أ و ب اللي أنت طلعتهم هتعوض عليهم في المعادلة ص بتساوي أ زائد ب س. يبقى لما أقول لك اوجد معادلة خط الانحدار أو قدر معادلة الانحدار أو اوجد خط انحدار المربعات الصغرى، أي واحدة من دول أول خطوة أجيب ب بالقانون اللي قدامي، تاني خطوة أجيب أ، تالت خطوة أعوض عن أ و ب في المعادلة. المعادلة اللي طلعت دي ص ه بتساوي 6 35 ناقص 5 من 100 س، فايدتها إيه؟ فايدتها أنا لسه قايل لك الانحدار فايدته إن أنا أستخدمه في التنبؤ. يبقى المعادلة بتاعت ص دي أقدر أتنبأ بقيمة ص لو إداني قيمة س بكام؟ يجي يقول لك ايه؟ تنبأ بقيمة ص عندما تكون س ب 15، أروح كاتب المعادلة دي وشايل الس اللي في المعادلة دي وأكتب 15 تطلع لي قيمة ص. قدر قيمة ص عندما تكون س ب 8، هشيل الس دي وأحط مكانها 8 وأطلع قيمة ص. إيجاد قيمة ص عندما س تساوي 15، هتروح شايل الس وكاتب مكانها 15 طلع. بيقول لك اوجد خطأ التنبؤ عندما س ب 8. طب ما تيجي نعوض الأول في القانون عن س ب 8 في المعادلة قصدي. ص ه بتساوي 6 35 ناقص 5 من 100، أروح شايل س وكاتب 8 تطلع 5 95. دي ص إيه؟ هات. طب هنا مديك بيقول لك إذا علمت أن القيمة الفعلية لص هي 6، يبقى خطأ التنبؤ اللي هو قاف ص ناقص ص ه، ص اللي هي ص الفعليه، اهو انا قايل لك القيمه الفعليه لص، ودي انا هديها لك في التمرين، اقول لك القيمه الفعليه لص 6 والقيمه المقدره لص انت جبتها 5 95، اطرح ادي قيمه ق.